هذا التحالف عندما أنشئ أعطى لنفسه محدد رئيسي وهو العمليات الدفاعية لتأمين السفن وعبورها في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. وبالتالي عندما الجميع دائما أو المعتاد بأنه مواجهة التهديد يجب أن يكون بالقضاء على مصدر التهديد. وبالتالي عندما تعطي مجرد السقف الأعلى لك هي عملية دفاعية أو على أعلى المستويات كما نشاهد الآن أو كما شاهدنا خلال الأشهر الماضية عمليات ضربات استباقية توجه لي صواريخ أو لطيران مسير كان جاهزا للانطلاق لتنفيذ عملية عسكرية. ثم ذهبنا إلى بعض الضربات الاستباقية أيضا الذي استهدفت على مدار ثلاث أو على ثلاث مرات في ثلاث موجات خلال الأشهر الماضية بالكامل الذي تم فيها استهداف عدة مناطق في عدة محافظات سواء صنعاء أو الحديدة أو تعز أو البيضاء أو نتحدث عن حجة وصعدة في بعض الأحيان. وبالتالي هنا هذه العمليات هي لا تنهي التهديد على الإطلاق، هي عبارة عن مسكنات أو عملية استباقية ممكن أن تمنع حدوث عملية تهديد حقيقية ولكنها لا تمنعه على المدى الطويل، أي معنى عملية كانت على وشك التنفيذ تم منعها ولكنها قابلة أن يكون هنالك عملية يوما ما وفي وقت ما آخر. لكن أنا في تصوري هذه الضربة اليوم لها دلالات أخرى، أتصور بأنها رسالة تحذيرية من تحالف حرس الازدهار بناء على التوجيهات التي أعطاها بايدن لمواجهة أي أطراف توجه عمليات عسكرية في اتجاه الأراضي المحتلة. في تصوري أنها رسالة لتحذيرية لأي رد ممكن أن يحدث بعد الرد الإيراني الذي أتصور بأنه بات قريبا اليوم أو غدا، وبالتالي هذه الرسائل عبارة عن تحذير للحوثي من أي محاولة لتنفيذ ضربات عسكرية أثناء تنفيذ الكيان الإسرائيلي عمليات هجومية في إيران.